والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين على الأفضل الصلاة وأتم التسليم. في العصر الصباح ونهوض الجميع الإتباع سائرين على طريق النجاح متفائلين بالحي على الفلاح. أما بعد حيث صرت أسرة الإذاعة في مدرسة الكامل الثانوية العسكرية بنين أن تقدم لكم برنامج الإذاعي في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 25 الجمالية الأولى عام 1443 هجري، الموافق 29 ديسمبر عام 2021 ميلادي. وخير ما نبدأ به برنامج الإذاعي هذا اليوم أيضاً عبر منصة الكريم مثلها على مسامعكم الدول أنا سعد الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صدق الله العظيم.